بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. درنا هاد التحلية بحجم عائلي اللي سهلة مهلة، ما كتاخدش معنا بزاف ديال الوقت ولذيذة بزاف وكتجي نفسية. نتمنى أنكم تجربوها وغادي تعجبكم أكيد. شوكي كتجي في الطراوة ديالها، وكنديرو هاد بسكوي من الداخل حتى هو كيزيد يزين لنا الطعم ديالها بلا ما نزيد نطول عليكم. فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ في كاسرونه، غادي نديرو فيها لتر من حليب، وغادي نزيدو على الحليب 4 المعالق ديال النشا. بسم الله. تقدروا ديروا نصف الكميه الا بغيتوا ديروا غير شويه. حنا غادي نديروا ان شاء الله بحجم عائلي. وغادي نزيد 4 المعالق ديال السكر خشن ولا السكر سنيده. غادي نخلطوا بالطراب اليدوي باش ما يبقاش لينا هاد النشا، يبقى لنا في التحت في اسفل ديال الكاسرونه. غادي نخلطهم قبل ما نشعلو عليه العافيه، تنسجم لينا مع السنيده وما يبقاش لينا هنا لاصق. غادي نبقى نحرك، نستمر في التحراك. غادي نزيد جوج ساشيات ديال سكر فانيلا اولا 14 غرام ديال السكر فانيلا باش نسمو هاد التحليه ديالنا. غادي نستمر في التحراك. كنبقى هكا نحرك باش ما يلصقش لينا، باش تجينا هاد التحليه كتجينا خفيفه. كنبقى مستمره في التحريك كيف قلت لكم. ها هو بدا كيختار لينا كيف كتشوفوا معايا، غير كيبدا يغلى صافي غادي نحيدو باش نحافظوا على الطراوه ديالو. نطفي عليه النار، شفتوا كي كيجي؟ ها هو كيجي خاطر. غنحيدو من فوق النار ونكملوا باقي المقادير. بالنسبه ليا غادي نزيد هذا الجبن جبلي، كيعطي واحد المذاق زوين، كيزيد يختر لينا هاد كيزيد يختر لينا هاد التحليه. بسم الله. تقريبا فيه شي 250 غرام. غادي نخلط في الاول بمعلقه وكنعاود نخلط بالطراب اليدوي حتى ينسجم مزيان. غادي نخلطو مزيان وغادي نديروه باش يبرد. قبل ما يديروه نديروه يبرد خصو يتخلط مزيان باش يبقى لينا رطب. شفتوا معايا ها هو نساجم وخاتر لينا الخليط. غادي نجيبو المول، ما نحتاجوش نديرو لا بلاستيك لا والو، حيت ان فوا كيبرد صافي كيتحيد هذاك كيتحيد التحليه بسهوله. غادي نكب تقريبا نصف الكميه كاملاش، خليها هكا نوزعها. غادي نجيبو بسكوي، ديروا اي بسكوي كيعجبكم. المهم انا درت هذا النوع، درت كوكيز. درتهم هكا مقادين على حساب تقطع نقطعو تجينا مزيانه، كل واحد فينا تجيه وحده في المورسو ديالو صافي.
وتقدروا ديروا اي فاكهه كتعجبكم. انا غادي ندير هاد لي فخوي، غادي ندير هاد لي سوريز، كيجي مذاقهم حتى هو زوين. تقدروا كان فرايز ديروا اي فاكهه عجباتكم. غادي نكبو باقي الكميه اللي عندنا. نعطيو بها هاد لي بسكوي اللي درنا، صافي غادي نسرحو. واخا هاد الجهه راه كتكون راه كنقلبو المول باش يجي مقاد. غادي نغطي بكيس بلاستيكي وغادي نخليه يبرد. دابا غادي نديروه في الثلاجه ونتلاقاو بعد ما يبرد ان شاء الله. فاش كتبرد غادي نحيدو هاد الكيس البلاستيكي وغادي نقلبوها فشي طبسين. بسم الله. فاش كنقلبوها دابا ما بقى لينا غير ندوزو للتزيين. بالنسبه للتزيين غادي ناخد حليب غبره اولا حليب بودره. غادي ناخذ، انا درت هنا نيدو كيعطي واحد المذاق زوين بزاف، نتمنى تجربوه. كنزين به هكا طبسيل وفي نفس الوقت كيعطينا واحد المذاق اللي زوين، اللي هو زوين كيتواتى مع هاد التحليه. غادي نزين بهاد لي سوريز، نتوما غادي ديروا التزيين اللي عجبكم. التزيين كيبقى كل واحد والذوق ديالو. غادي ندير هادو الوسط، وغادي ناخد واحد الوريقه ديال النعناع غادي نزين بها هكذا الوسط. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. درنا هاد التحليه بحجم عائلي اللي ساهله ماهله، ما كتاخذش معانا بزاف ديال الوقت ولذيذه بزاف وكتجينا فتيه. نتمنى انكم تجربوها وغادي تعجبكم اكيد. شوكي كتجي في الطراوه ديالها. وكنديروا هاد بسكوي من الداخل اللي حتى هو كيزيد يزين لنا الطعم ديالها. بلا ما نزيد نطول عليكم، اكتشفوا معايا الفرصه الوصفه وفرجه ممتعه.